132 سنة وفرنسا موجودة في الجزائر، بل حتى من 62 الآن فرنسا متواجدة في الجزائر. يستحيل أن فرنسا تترك هذا البلد. بمعنى واحد آخر، فرنسا أعدت سيناريوهات من طرف مخابر داخل الجزائر وخارج الجزائر، والآن تنفذ سيناريو بعد سيناريو. ما يصلحش الأول تروح للثاني، ما يصلحش الثاني تروح للثالث. وقد شاهدنا حتى في البوندرول اللي موجودين في الحراك، كاين بعض الشعارات وبعض الأصوات تعبر على هذا المنحة بالذات. ولذلك القايد صرح نبه إلى هذه النقطة، يعني إني أعرفكم جيدا واني داري بكم وعلى بالي واش راكم غادي نديروا. وهو يعطي إنذار، وهذا الإنذار هذا بدأ يعطي ثماره. هذا الذهاب بجملة الرؤوس الكبيرة إلى 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 السجون وإلى المحاكمات، هذا دليل قاطع على أنه على بلوش قاعد يدير. ولكن مع هذا، مع هذا فرنسا خاصة وأبنائها داخل داخل البلد وخارج البلد يستميتون في الدفاع عن مصالحهم، وفي الدفاع عن هويتهم، وفي الدفاع عن عقيدتهم بشتى الوسائل. ولكن هذه جولة نسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على هذا البلد، لكي على الأقل نصل إلى أن نقف على قدمينا ونولي وتولي الخيرات تاع البلاد هذه تولي تتوزع إن صح التعبير على المواطنين، على الجزائريين، ويولي يقرب ما يسمى بتوزيع الثروة على أبناء البلد الواحد. أنا أعتقد بأن المرحلة القادمة سوف تشهد أيضا رؤوس أخرى لتتقدم إلى العدالة وتتقدم إلى السجون بدون شك.